بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من منهج مادة العلوم في الباقة الرابعة، والدرس بعنوان التغيرات الفيزيائية. تتغير المواد حولنا باستمرار، هذا المبدأ هو مبدأ واضح وصريح بأن البيئة التي نعيش فيها تتغير، كل المواد التي توجد فيها بشكل مستمر، منها ما يتم تغيره بشكل سريع فنراه ونلاحظه، ومنها ما يستغرق تغيره سنوات وسنوات. ولذلك هناك بعض المواد التي نشعر بأنها لا تتغير، ولكن الحقيقة الثابتة أن كل المواد التي حولنا تتغير بشكل مستمر. نأخذ مثال بسيط على هذا التغير، حالات الماء. الماء يوجد كما تعرفون في 3 حالات، حالة الصلب وحالة السائل وحالة الغاز، تمام؟ يتغير الماء بين هذه الحالات 3 بالتسخين أو بالتبريد. في هذه الحالة بيكون التغير في الحالة الفيزيائية للمادة. الحالة الفيزيائية مقصود بها حالة الصلب أو السائل أو الغاز. يمكنك أن تحول الماء من صلب إلى سائل إلى غاز، أو العكس، من غاز إلى سائل إلى صلب بالتسخين أو بالتبريد، وسبق لك دراسة هذا الموضوع بالتفصيل في الصف الرابع. هذا المخطط يبين لك كيف يتحول الماء من حالاته أو بين حالاته 3. أمامنا عملية الانصهار أو ميلتينج، هي تحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، وتحوله من السائل إلى البخار اللي هو evaporation أو التبخر، والعمليتان يتمان عن طريق التسخين. ثم بعد ذلك العكس من التبخير اللي هو التكاثف condensation، تحوله من البخار إلى السائل، ثم تحوله من السائل إلى الصلب عن طريق التجمد، وتحدث هذه العمليات عن طريق التبريد. طبعا الماء عندما يتحول من صلب إلى سائل إلى غاز، هنا ما يتغير زي ما قلنا هو حالة الماء، حالة الماء. لكن هل يتغير تركيبه؟ الماء يتكون من ذرة أكسجين وذرتين من الهيدروجين. سواء كان الماء صلب أو سائل أو غاز، فتركيبه ثابت ولا يتغير. هو ماء صلب أو ماء سائل أو ماء غازي، هذا التركيب لا يتغير، وما يتغير هو الشكل الخارجي أو الحالة الفيزيائية. طيب، قد يكون التغير ليس في حالة المادة ولكن في حجمها، تمام؟ الماء أيضا إذا تجمد يزيد حجمه. ممكن أن تجربها في المنزل تحت إشراف الوالدين. أي زجاجة إذا وضعت فيها الماء، تمام، ثم أخذت الماء ووضعت زجاجة الماء ووضعتها في المجمد أو في الفريزر، وعندما يتجمد الماء ستلاحظ أن الثلج يتمدد إلى حجم أكبر من حجم الزجاجة، تمام؟ يعني لو هذه الزجاجة من أو هذه العبوة من الزجاج سوف تنكسر كما ترى في الصورة، لأن الماء عندما يتجمد حجمه يزداد. هنا التغير في حجم المادة. قد يكون التغير في شكل المادة كتغيير شكل خارجي فقط، مثل فن الأوريجومي اللي هو بنستخدم فيه الورق في صناعة أشكال مختلفة كما ترى في الصورة، أشكال طيور، أشكال حيوانات زي الأرنب مثلا، والاتنين مصنوعين من نفس الخامة ومن نفس الورق. طيب، عندما تغير الشكل مثلا من أرنب إلى طائر، هل تغير تركيب الورقة؟ هل تغير نوع الورقة؟ لم يتغير. ما تغير هنا هو الشكل فقط.
السؤال هنا، هل تغير تركيب الماء أو الورق؟ لم يتغير تركيب المادة، تمام؟ لم يتغير تركيب المادة، ولكن ما تغير هو شكلها وصفاتها الظاهرية. التغير هنا سواء في تغير الماء بين حالاته الثلاثة أو تغير الورق بأن نصنع منه أشكال مختلفة، التغير هنا تغير في الشكل أو في الصفات الخارجية، لكن هل تغير تركيب المادة أو تغير نوع المادة؟ هذا لم يحدث. إذن نستنتج مما سبق أن التغير الفيزيائي هو تغير في صفات المادة مثل الشكل والحجم ولا ينتج عنه مادة جديدة. مرة أخرى، تغير في صفات المادة مثل الشكل والحجم ولا ينتج عنه مادة جديدة، يعني التغير الفيزيائي لا يغير نوع المادة. التغير الفيزيائي لا يغير نوع المادة، تمام؟ حتى يتغير نوع المادة لابد أن يتغير التركيب، والتغير الفيزيائي لا يغير التركيب، يغير فقط الصفات الظاهرية، الصفات الشكلية، تمام؟ شكل، حجم، لون، لكن التركيب لا يتغير، إذن النوع لا يتغير، تمام؟ مهم جدا إن أنا أعرف أن التغير الفيزيائي لا يغير نوع المادة ولا ينتج عنه مادة جديدة، لأن هذا هو الفارق الأساسي بينه وبين التغير الكيميائي، والذي سنقوم بدراسته إن شاء الله في الأسبوع القادم. أمثلة على التغير الفيزيائي، من أشهر الأمثلة هنا هو انصهار الشمع. لو تأملت الصورة هتجد أن الشمع يتحول بالقرب من لهب النار من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، ثم يسيل على جسم الشمعة، وعندما يبتعد عن النار، تمام، يتجمد مرة أخرى ويتحول من السائل إلى الصلب، فكأن شيئا لم يحدث. تغير من الصلب إلى السائل، ثم تغير من السائل إلى الصلب، لكنه في البداية وفي النهاية شمع ولم يتغير نوع مادته. مثال آخر على الانصهار، عندك انصهار الآيس كريم، انصهار الشوكولاتة، تمام، تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية اللي هو بخار الماء. طبعا الثلاث تغيرات اللي أمامنا دول يمكن عكسهم، يعني بعد أن يسيل الآيس كريم ممكن نجمده، بعد أن تسيل الشوكولاتة ممكن تجمدها، كذلك هذا البخار لو حدث له عملية تكثيف سوف يتحول مرة أخرى إلى ماء سائل، تمام؟ فالمادة هنا سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية تركيبها ثابت. طيب مثلا ذوبان السكر والملح في الماء، عندما تضع السكر والملح في الماء وتقوم بتحريك الماء، تمام، سوف تجد أن السكر والملح اختفى داخل الماء. قد يظن البعض أن هذا تغير في نوع المادة، يقول لك أنا المادة لم تعد موجودة. لا، المادة موجودة، الملح والسكر موجود في الماء، والدليل أن إذا شربت هذا الماء سوف تحس بطعم الملح أو بطعم السكر. صحيح المادة ذابت ولكن طعمها ما زال موجود، يبقى هذا التغير أيضا هو تغير في الشكل فقط، تمام؟ لأن لو تغير نوع مادة السكر مثلا، بالتالي لن تجد طعمه موجود في الماء، ولكن طالما الطعم موجود إذا المادة اللي هي السكر أو الملح ما زالت موجودة، ويبقى هذا التغير تغير فيزيائي. يبقى ذوبان السكر والملح في الماء يا شباب تغير فيزيائي. لماذا؟ لأن طعم السكر والملح يبقى موجود في الماء. طيب الرمل والماء، طبعا معروف إن الرمل لا يذوب في الماء، أو التراب زي ما بنسميه، تمام، لا يذوب في الماء، وعندما تضعه في الماء سوف تميزه بسهولة، تمام. طب هل هذا تغير فيزيائي؟ هقول له نعم، لأن هذا لا يغير من مكونات الماء، لم يغير الرمل من مكونات الماء، ولا هو تغير مكون من مكوناته. ويمكن بمنتهى البساطة إن أنا أفصل الرمل عن الماء مرة أخرى بعملية تصفية بسيطة.
تمام. وهذا هو درسنا لهذا اليوم، أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط، والفيديو القادم إن شاء الله هنجد فيه أهم الأسئلة على هذا الدرس وبعض التطبيقات العملية على التغير الفيزيائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.